تقرير تفقدية وزارة العدل منشور على منصات التواصل الاجتماعي، هذا ما أقدمت عليه لجنة الدفاع عن الشهيدين. أخطر ملف للأمن القومي التونسي يتعلق بالإرهاب والاغتيالات تلاعب به القاضي بشير العكرمي تحت غطاء حماية سياسية طيلة 8 سنوات سابقة حسب تأكيد المحامين. صلت ضغوطات كبيرة للرجوع في قرار تنحية بشير العكرمي على المسار القضاء أسبوع تقريبا، وكان ثم إمكانية وكان ثم ضغط كبير للرجوع في قرار تنحية بشير العكرمي من على رأس النيابة العمومية في محكمة الابتدائية بتونس. وقتها خرجنا وعملنا خرجنا بيانات نحن كهيئة دفاع وقلنا راهو مسار القضاء قاعد يتعرض لضغوط للرجوع، ضغوط سياسية خاصة من طرف حزب حركة النهضة. 20,000 إرهابي في 6,268 ملفا قضائيا لم يقع إنجازها ولا تضمينه في الدفاتر العدلية، إضافة ل 1361 قضية إرهابية وردت من المحاكم المدنية و 118 من العسكرية. نعرف نحن اللي ممثلي حركة النهضة وتابعي حركة النهضة داخل مجلس القضاء هم اللي دافعوا على بشير العكرمي، نعرفهم الأشخاص. نعرفوا اللي حركة النهضة كانت بشكل مستمر، ونرجعوا لكل المناسبات اللي هيئة الدفاع وجهت فيهم تهم مدعمة على السيد هذايا فيما يتعلق بملفات الاغتيال السياسي، إلا وكانت حركة النهضة من رئيسها رشاد الغنوش إلى أعضائها إلى أعضاء مجلس الشورى إلى أعضاء مجلس التنفيذ كلهم كانوا سباقين في الدفاع عليه. محاولة التغطية على التقرير الصادم لتفقدية وزارة العدل دفع باللجنة إلى نشره علنا، وذلك بعد إحالة الملف على مجلس القضاء والذي تتهمه لجنة الدفاع عن الشهيدين بالتستر على القاضي بشير العكرمي. إخفاء هذا يدل على أن حركة النهضة تقريبا احتلت الأجهزة الكبرى للدولة أو كل عصب حساس في الدولة وتمكنت من غرس معناها وكلاءها في الأجهزة الحساسة للدولة. بداية انخرام منظومة الأخوان عالميا ووطنيا انعكست على تونس وبدأت هناك حلحلة لبعض الملفات التي قد تؤدي إلى إسقاط ملفات أخرى. ترقية القاضي بشير العكرمي من قاض مكلف بملف اغتيال الشهيد بالعيد إلى وكيل الجمهورية المكلف بكل قضايا الإرهاب ثم توليه رئاسة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ليست بمحض الصدفة حسب المحامين. مرة أخرى تضع حركة النهضة نفسها في فخ الشبهة والاتهام، ما قد يؤثر سلبا على تموقعها في المشهد السياسي مستقبلا. اليوم نسرين السويد، تونس.